كابتن بلال، مبروك الفوز، فوز مهم وفوز غالي وفوز كنا محتاجينه كمان في الظروف بتاعت الماتشين الاخرانيين، بالذات ماتش البنك الاهلي والماتش اللي فات امام انبي، فوز مهم قبل مباراه الزمالك. اكيد يا كابتن علي، فوز مهم جدا جدا جدا، ثلاث نقاط مهمين جدا، انت بتشيل من عليك حمل يعني في الماتش. طبعا ماتش من الماتشات المؤجله بالنسبه لك، بتدي مسج ورسائل ان الاهلي بينطلق خلاص للامام، تكسب كل مؤجلاتك يبقى انت فارق اربع نقاط عن اقرب منافسين، عن اقرب المنافس يعني بيراميدز. قبل ما نخش في تفاصيل الماتش، شايف ان عمر كمال افضل لعيب في المباراه من وجهه نظري الشخصيه. يعني اداء رائع جدا النهارده، كان مفتاح لعب رائع جدا 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 جدا، مجهود كبير، مجهود كبير جدا، كميه الكروسات اللي اتلعبت اللي فيها دقه رائعه جدا جدا. فالنهارده كسبنا ثلاث نقاط وكسبنا لعيب امكانياته وقدرات عاليه جدا جدا في الملعب النهارده، عمر كمال لعيب جيد. ولكن النهارده المباراه من وجهه نظر الشخصيه الوان سايد جيم، هي انت بتلعب فرقه يعني من وجهه نظري يعني انت كان ممكن تسجل 6 7 8 اهداف النهارده وسهلين جدا، خد بالك، وما يدخلش فيك ولا هدف. هو الحمد لله ما دخلش فيك ولا هدف، كان ممكن تسجل 6 7 اهداف. لو كان الدوري بالطريقه دي يبقى المفترض ان الدوري ده كابتن ايمن في المتناول للنادي الاهلي. من وجهه نظر انت بتلعب امبي كان المتصدر المباراه اللي فاتت، ما راحش هجمه على الجول بتاعك، الهجمه حقيقيه يعني، ومع ذلك سجل هدفين من اخطاء دفاعيه ساذجه من وجهه نظر الشخصيه، ما يصحش ان هي تيجي في دفاعات النادي الاهلي. النهارده زد ترتيبه الخامس او الرابع تقريبا، الخامس تقريبا، وبتلعبه النهارده ما راحش بهجمه على الجول، وتقدر النهارده تسجل فيه 6 7 اهداف مستريحين جدا جدا جدا. فبالتالي الاهلي لو ركز، محتاجين تركيز فقط، تركيز بس، يبقى الدوري ده ان شاء الله في متناول النادي الاهلي باذن الله تعالى. لسه بدري طبعا على الكلام ده، ولسه يعني ماتشات كبيره جدا جدا، لكن عايز اقول لك اذا كان المنافس هو ده تمام، وانت الفروقات كبيره بالشكل ده، لا يبقى انت حرام عليك انك تضيع نقاط سهله ما تضيعش في اي مباراه. الماتش اللي فات مضيع نقطتين، النهارده لا قدر الله كان ممكن تخرج بنقطه تعادل في مباراه تحسب لزد في نقطة التعادل، برغم ان انت مضيع 7 8 فرص محققين. والله هو الماتش اللي فات كنا كده برضه. ما انا بتكلم على الماتش اللي فات والماتش ده، مش ده بس، بقول لك الماتش اللي فات ضيعت نقطتين من مباراة يعني راحوا كورتين على الجول، سجلوا منها هدفين منهم يعني ركنية في الهدف الثاني. ودول فرق المقدمة. ما انا بقول لك، ما انا بتكلم في كده يا كابتن حشيش، يعني بكلمك في كده، عشان كده بقول لك دوري في المتناول. صحيح. انت اعلى بكتير جدا. صحيح. جدا، انت في حتة ثانية مختلفة خالص. صحيح. انت محتاج تركيز. احنا هنرجع تاني نقول يا جماعة، مش كل مرة مش هتسجل وهتبقى تيجي في الدقيقة الأخيرة وتجيب جول، لا، لازم تركيز في تسجيل الأهداف. النهاردة واحدة الكهرباء على خط الجول بتطلع بره، يعني من الحاجات الصعبة جدا. صدنا 11 فرصة النهاردة كابتن. انا بكلمك في الفرص، اللي مستحيل مثلا وانت قاعد كده في البيت بتتفرج على الماتش وبتشرب كوباية شاي تقول ايه ده، ضاعت ازاي دي، مش حلوه قوي انك حطيتها، لا انت بتقول ازاي دي ضاعت. فرص سهله جدا جدا، بالامكان انك تسجل 7 8 فرص النهارده على زد، دفاع مفتوح، الباكين الاثنين مفيش تمركزات،